سعيد ربي وفقنا وجمعنا في هذه الارض الطيبه مع هذا الثلة من الشباب وهذه الجمعيه الواعده في هذه المنطقه ديال كارودانت. الحمد لله كنشوفوا هذا الانجاز اللي كتقوم به هذه الجمعيه، يعني عام ورا عام، وفي هذه النسخه كنلقاو الحمد لله تالقت كثيرا، وهذا ان دل على شيء بان الشباب هذه المنطقه الحمد لله الشباب واعد، وان مستقبل المغرب احنا مطمئنين عليه رغم الظروف الصعبه، لان مادام هؤلاء الشباب موجودين غادي يكونوا خير خلف بخير سلف، وغادي يساهموا في التنميه المستدامه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في هذه المنطقه. وكنحيي المراه الرودانيه كذلك اللي هي وراء هذا الانجاز العظيم، لان وراء كل عظيم امراه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يزيد في المداد ويزيد في الخير ويزيد في البركه، وهنيئا لكم بهذا الانجاز ان شاء الله المزيد من التقدم والتطلع الى الامام. حفظكم الله ورعاكم الله واسعدكم الله. شكرا جزيلا لك.